ألوغ شيماء بوشان، عندي 25 سنة، من مدينة الرباط، بنت مغربية بحال كاع البنات. ماستر ديالي الدراسي دابا كنقرا دوزيام اني ماستر في بنو توفيل، تخصص مانجمنت فينانسي. وهادي يا شيماء. بسيطة. هي هواية كتعجبني من الصغر، فقط هواية ماشي مهنة. 5 ألقاب، الأولى كانت في 2014 اللي هي ملكة جمال حب الملوك، ومن بعد 2015 خديت فيها ميس ماروك، 2016 خديت فيها بريمير دوفين ميس عربيك بيوتي ان ذا وورلد، 2017 كنت في لبنان خديت ميس جلوب، و 2018 هي آخر وحدة فلاشين، وكانت هي المسابقة الكبار فيهم اللي شاركت فيها، هي ميس توريزم انترناسيونال بمشاركة 60 دولة، والمغرب جات فيها 15 الحمد لله. في العياقة بزاف. لا لا تنضحك وحق الله. لا او كونترير، بالعكس، اللي غيتبدل فيا يكون من خلال التجارب اللي دوزتها، عرفت بزاف ديال الحوايج في الحياة، نضجت كتار، خديت مسؤولية كتار، اما زعما كوتي بيرسونيل كنبقى انا يا ام. شوف انا كيف ما كنقول الماكينه ولا اي مجال، نقولوا مثلا انا سكرتير في واحد الشركه وعندي المدير ديالي وشويه ماشي، وهداك اي واحد في اي مجال غيبغي يجرب او لا يشوف الحد ديالو مع واحد الشخص اللي هو عاجبه، الا لقى واحد الباب مسدود راه ما عمره غادي يعاود يجي يدق عليه حيتاش غياخد جوابه، وإلا لقى داك الباب مفتوح راه اذا كتبقى الشخصيه ماشي شنو هو الميدان، ماكينه ولا محاميه ولا سكرتير شنو ما بغات تكون المراه اون جينيرال كتعرض بزاف لهاد الحوايج زعما في الحياه ديالها، دونك كتبقى هي الشخصيه ديالها والمبادئ ديالها وكيفاش هي تربات وشنو ما القيم اللي عندها فقط. انا بالنسبه ليا رايي الشخصي، الا كانت شي حاجه غادي نقبل التليفون وغادي نحلها مع الشخص اللي انا مدابزه معاه شخصيا، الا هو غيبقى يكتب لي المعاني انا ما مربياش فيهم نخليه هو يكتب والجمهور يحكم، يعرف شكون اللي غلط وشكون اللي صح، ولو ان داك يعني الشخص اللي قبالتي غلط فيا راه احسن حاجه هي السكوت، السكوت جواب قاتل. وكنتمنى ان هادشي ما يبقاش زعما في الوسط الفني المغربي لانه فريمون حشومه. ممكن مستقبلا انا ديجا درت واحد الكور ميتراج وان شاء الله نتسناه ينزل ونشوف لي فانز ديالي اللي عجبني، الا عجبني لا رياكسيون ديالهم وعجبني لي كومونتير ديالهم فيه نقدر نكمل. عندي انساف طه، معتزه بوزوز، مهدي مزاين، عماد دراج، كاين بزاف. سعد المجرد مفخرة المغرب والوطن العربي، دنيا بطمة أسطورة لن تتكرر، الصديق الودود واللي كان عزو بزاف. شكون عجبني؟ لا تعليق. عنديش مع السياسة أخويا. ما عجبتنيش طريقة الاعتقال ديالو لأن ما كنديروش شي حاجة بالشوهة، وخاصة أن السوشيال ميديا ديالنا كتشاف من بلدان آخرين برا المغرب، وكاين بزاف ديال الأعين من الدول العربية على المغرب، ما نديروش شي حاجة، ما نعطوش القيمة لا لهاد الفيديو ولا لبزاف ديال الفيديو، لا يخليو الناس يهدروا علينا وشوف انتم شنو عندكم في المغرب، وكتعطي صوره خايبه للمغرب. كان اعتقال صافي، البوليس كيعرف شنو كيدير الخدمه ديالو، الناس ربي يستر هذيك الواقعه باش ربي يسترهم في الحياه ديالهم وبوان. مريم عمجون بيان سور،
كنقول الله يسهل عليك في المسيره ديالك وانت مفخره المغرب، وكنتمنى كاع لا جينيراسيون اللي طالعه تكون بحالها واكثر ان شاء الله. كنشكر موقع الدار اللي استضفني اليوم، وفريمون الدار اسم على مسمى حسيت براسي في داري. شكرا لكم، كنتمنى نكون عند حسن الظن ديال المتابعين ديالي، ودائما نعطيكم الجديد في حله جميله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.